اختباراتي المتميز مراجعة لشهر ديسمبر. نبدأ باللغة العربية، إعداد الأستاذ محمد سعيد. الفقرة: مصر بلد كرمها الله وذكرها في القرآن الكريم، فلها تاريخ قديم وعريق نتج عنه وجود أكثر من ثلث آثار العالم في مصر، كما تتميز بموقعها الاستراتيجي المميز بين دول العالم، ويعرف شعبها بطيبته وسماحته وحسن ضيافته للجميع. فاخر يا بني بموطنك مصر الذي أطلق عليها أم الدنيا، وارفع رأسك في شموخ لأنك مصري. معنى المهم مضاد تذلل، تعبير مجازي. مصر بلد كرمها الله وذكرها في القرآن، فلها تاريخ قديم وعريق نتج عنه وجود أكثر من ثلث آثار العالم في مصر، كما تتميز بموقعها الاستراتيجي المميز بين دول العالم، ويعرف شعبها بطيبته وسماحته وحسن ضيافته للجميع. فاخر يا بني بموطنك مصر الذي أطلق عليها أم الدنيا، وارفع رأسك في شموخ لأنك مصري. معنى المهم: المهم الشيء الهام. مضاد تذلل، يعني تذلل يعني تخشع، فتذلل معناها فاخر. مجازي أطلق عليها أم الدنيا، ده تعبير مجازي. مصر حديثا، لا غلط طبعا، يجب أن نشعر بالفخر لأننا مصري. الأثر